خلينا نتواصل مع والدته مدام منال فلكس، والدة الطالب صامويل مجدي. مساء الخير مدام منال. استاذة منال حضرتك معانا؟ الصوت رايح، انا مش سامعه، انا مش سامعه للاسف، الصوت مش واصل لي. استاذة منال من فضلك ممكن تطفي التلفزيون او توطيه؟ استاذة منال من فضلك ممكن نوطي التلفزيون؟ يعني نقفل صوت التلفزيون خالص من فضلك. شاب زي الفل، شاب يفرح. انا حبيت حضراتكم تشوف الفيديو علشان تسمعوا قد ايه هو بيعبر عن نفسه حلو قوي، قد ايه عنده ثقه في نفسه وفي قدراته. وانا شخصيا لما تلاقي طالب متفوق ومش عارف يوصل لحلمه يبقى في خلل ما حاصل، لكن ان هو يطالب بحقه احنا كمان لازم نساعده انه يوصل لحقه. معانا مدام منال، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذه ألفت. مبروك سامعيني كده؟ انا سامعه حضرتك. الف مبروك لصامويل وربنا يفرحك بيه دايما. الله يبارك في حضرتك. قولي لي مجموعة أول حاجة، عايزة أشكركم، عايزة أشكر قناة ميسات، وعايزة أشكر كل القائمين على برنامج مساء الخير وحضرتك بالخصوص لاهتمامكم بموضوع ابني وطرحه النهارده لإيجاد حل فيه. إن شاء الله نلاقي حل بإذن الله. يا رب. عرفيني بصامويل، قولي لي المشكلة، قولي لي أنتوا عايزين إيه؟ صامويل هو طالب ثالثة ثانوي، حصل السنة دي على 90.5%. صامويل نشكر ربنا كل سنين دراسته كان متفوق. عانينا شويه في بدايه الدراسه لان صامويل بيعاني من شلل دماغي، بس الحمد لله يعني احنا ما استسلمناش للمرض، هو كان عنده اراده قويه وحاولنا طول فتره تعليمه نكون مركزين معاه قوي في تعليمه، ودخل لغات. تعبنا في الاول عشان نلاقي مدرسه تقبل الحاله تكون مدرسه خاصه، رحنا مكان بعيد كان بيسافر له عشان، وبعد كده المدرسه بتاعتنا. الدراسه كلها نشكر ربنا مشكور من كل مدرسين بالتفوق والهدوء والشطاره وكل حاجه. فهمه اللي اكتشف السنه دي، هو اللي اكتشف في اواخر الترم الثاني ان هو محروم من كليات القمه. لقيته بينده عليا مره وهو بيذاكر، يا ماما في حاجه كده جت زي اشعار، فدخلت بفتح لقيت بيقول طلبة ذوي الهمم واللي عنده إعاقة حركية محروم من إيه، واللي عنده إعاقة ذهنية محروم من إيه، وبيقول يا ماما أنا كلياتي محصورة ما بين كليات أدبية. ده كان قبل ما يدخل الامتحان كمان؟ قبل ما يدخل الامتحان كنا كمان ذاكر وجاب مجموع ممتاز. نعم؟ وكمان ذاكر يعني اشتغل على وكمل عادي، بس ساعتها أنا بدأت اتصل واسال في وزاره التعليم العالي، رد عليا حد وقال لي ان بيبقى ليها استثناء. قلت له اتمنى ان ابني يكون، طب انا عايزه اوصل للاستثناء ده، يبقى عن طريق عضو مجلس الشعب مثلا ولا عن طريق ايه؟ طيب. قال لي مش عارف. رحت عضو مجلس الشعب، راح قال لي ما اعتقدش ان هيبقى فيه استثناء، لكن هو ممكن يدخل جامعه خاصه، دي بعيده عن القرار. كملنا واحنا بنوعده يا صامويل كمل وذاكر ومالكش دعوه، انت عليك المذاكره واحنا علينا ندخلك خاص، ندخلك اللي انت عايزه، مش هنحرمك من حاجه. فوجئت يوم النتيجه. أيوة. كان في رئيس جامعه قاعد معانا في مكان، فاول ما لقانا فرحانين وبيبارك لي وكده بقول له طب ابني من ذوي الهمم. سالني على الاعاقه، قال لا محروم. قلت له طب جامعه خاصه، قال لي لا القرار ماشي على الكل، ده قرار المجلس الاعلى للجامعه. لو قابل انه يدخل جامعه خاصه يبقى قادرين يدخل جامعه حكوميه، الفكره هنا ما فيهاش مشكله لو هو فعلا ده كان كلام عضو مجلس الشعب ليا لما قال لي لا تعليم الجامعه الخاصه ملهاش دعوه، فانا خدت على كلمته ووعدت ابني كمل زي ما عايز يدخل. ايه دلوقتي انتوا حلموا بعد النتيجه وبعد المجموع الكبير، خلينا نقول ان هو علم علوم جايب 90.5 تقريبا، نفسه يدخل ايه؟ هو كان حلمه في طب، بس احنا بنقنعه ان صيدله على اساس يقدر يمارسها بعد كده. عشان بابا صامويل بيشتغل ايه وحضرتك بتشتغلي ايه؟ انا مديره مدرسه وبابا صامويل صاحب صيدليه. يعني حقيقي انت تحيه ليكي كمان يعني، وتحيه لوالده ان انتوا قدرتوا تقفوا جنبه ان هو يبقى من المتفوقين 90% في التوقيت ده من المتفوقين. من ذوي الهمم ده اكيد انتوا كاسره بذلتوا مجهود كبير. خليني يعني نحاول نوصل صوتنا من خلال برنامجنا لسيد رئيس الجمهوريه، لسيد وزير التعليم العالي، ان صامويل يستحق فرصه فيه على الاقل في كليه الصيدله. خلينا نقول يعني اي كان كليه ممكن يقبل في كليات القمه. يا ريت يا ريت.